السلام عليكم اخواني اخواتي كنتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم غادي نقدم لكم وصفه لي بيني اللي كتجي رائعه جدا محشيين بالنوتيلا او يمكن تحشوهم بالمربى كيبقى الحشوه على حسب الاختيار اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الوصفه الناجحه اللي غادي تعجب الاطفال ديالكم بقاو معايا لنهايه الفيديو باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير وكنتمنى لكم فرجه ممتعه بسم الله على بركة الله غادي نحتاجو ستين غرام ديال الزبدة تكون لينة غادي نحتاجو صفار بيضتان وبيضة كاملة غادي نحتاجو فانيا غادي نحتاجو جوج كبار غير ممتلئة من السكر غادي نحتاجو أيضا ملعقتان كبار من الزيت النباتي أيضا غادي نحتاجو تلات ملاعق صغار غير ممتلئة من الخميرة ديال الخبز نصف ملعقة صغيرة من الملح وعندنا هنايا ربع لتر من الحليب الدافئ تقريبا واحد ميتين وخمسين مليلتر وبالنسبة للدقيق كيبقى على حسب الخليط أنا نوعية الدقيق ديما اللي كتسولوني عليها فدائما كنخدم بشار ميكس بي غادي ناخد واحد البول أنا غادي نخدم في العجانة نظرا لضيق الوقت أنا بغيت ندير هاد بيني الإفطار فغادي نفرغ الحليب بالكامل كما كنعرفوا ضروري من الحليب يكون دافئ وغادي نفرغوا المقدار ديال السكر والمقدار ديال خميره الخبز وغادي نخليهم واحد خمسة دقائق حتى غادي يتفاعلوا لينا شويه هنا كما كتلاحظوا بعد ما اختمر لينا داك الخليط ديال الحليب والخميره والسكر فكنضيفوا آه المقدار ديال البيض كما قلت بيضه كامله وصفار بيضتان ضروري من هذه الخطوه هذه وكنضيفوا هاد الزيت مقدار ملعقتان كبار كيعطي واحد الطراوه لهاد البني كنضيفوا السكر الفاني وتنضيفوا ديك الزبده لينه تقدروا تذوبوها عاد ضيفوها انا كانت عندي لينه فضفت عادي لانني غادي نخدمها اصلا في العجانه وهنايا غادي نخدمهم شويه هاد المكونات نخلطهم مع بعضياتهم ونترك الملح حتى الاخر عاد نضيفو باش غتبدا تجمع لي العجين عاد نضيف الملح باش ما ليا التفاعل ديال العجين ديالي آه هنايا غادي نبدا نضيف الدقيق نضيفه بالتدريج حتى الحصول على القوام ديال العجين خصو يلتصق شويه بالايدي يعني تكون العجينه لينه انا بالنسبه ليا غادي نضيف هكا آه تدريجيا الدقيق وانا كنشوف يعني المقدار ديال الدقيق كما قلت لكم على حسب الخليط لان كل سيده كتستعمل دقيق معين ماشي كلشي كيخدم كي بشارميكس بي مثلي كاينين اللي كيخدموا بانواع اخرى ديال الدقيق اللي كتشرب وكاين اللي ما كتشربش يعني كاينه اللي كتحتاج كميه كبيره ديال الدقيق باش تحصلي على العجين وكاينه اللي غديري غير شويه الدقيق دغيا غادي تجمع لك العجين لانه كينشف كي الدقيق اللي كتستعملي وكما قلت لكم كتبقاو عينكم ميزانكم المهم غتحسوا بان العجينه كتكون لينه بهذا الشكل هذا هانتوما كتشوفوني نزلتها في الاناء اللي غادي تختمر فيه وشوفوا كيفاش كتلصق معايا انا هاد الاناء راني دهنته مزيان بالزيت باش كنساعد العجينه ديالي تطلع ليا مزيان في الاناء بلا ما تلصق ليا في الجوانب وغادي نخلي هاد العجينه هذه غادي نخليها تخمر ليا مزيان تتولي ثلاث الاضعاف ديالها ماشي غير ضعفين ثلاث الاضعاف يعني انا هنا واحد الساعه ونص باش يعني اختمرت ليا مزيان باش تعطيني واحد النتيجه اللي هي مرضيه غادي نخطيها بالبلاستيك الغذائي ونتركها جانبا هنا كما كتلاحظوا بعد ما تضاعف الحجم ديالها شوفوا ما شاء الله قداش ولات راه اختمرات ليا مزيان انا كاع القياس لانني كان عندي اشغال فنسيتها شويه آه غادي نغبر شويه الوجه ديالها بالدقيق باش ما تلصقش ليا اليد ديالي وغادي نحاول هكا في نفرغها من الهواء ما تفرغوش بزاف من الهواء فقط غير شويه ويتجمعوها من الجوانب ومن بعد ديروها على سطح العمل وتاخذوا واحد الميدلك ترشوا سطح العمل ضروري بالدقيق باش تفادوا الالتصاق ديال العجين ديالكم وتبداو تخدموا العجين ديالكم يعني تبسطوا فيه وتشكلوا على شكل دوائر بالنسبه كملاحظه ما تحاولوش تبسطوا العجين ديالكم بزاف يعني السمك يبقى شويه متوسط ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق بزاف باش هكا كتساعدوا البني ديالكم دغيا كيختمر لكم وكيعطيكم الفولوم باش كتبداو تقليو فيه ناخذ واحد القطاع دائري انا معرفش فين تودر لي القطاع ديالي فاستعنت فقط بواحد الكاس ديال الباتور وهكا كنحاول ندير دوائر متساويه الحجم شفتوا السمك ديالها كيفاش كيكون يعني خرجوا لو ماكسيموم من هاد العجينه لان هاد العجينه الاولانيه اللي كتبسطوا راه كتكون النتيجه ديالها احسن من ديك العجينه اللي كتجمعوها مهم فاش انايا كنقسم هاد لي بيني هادو فكنديرهم جانبا و خليهم كنخليهم حتى كيختمروا يعني الحجم ديالهم ضروري ما تصبروا عليهم يتضاعف الحجم ديالهم عاد تبداو تقليو فيهم الا زربتو عليهم يعني في الطياب فما غاديش يتنفخوا معكم ما يعطيكم نتيجه اللي هي مرضيه غادي نكمل العجين المتبقي بنفس الطريقه ونخليهم يختمروا نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش كيكون كي الطهي يعني. ديالو هنا بالنسبه للطايفه كنديرو الزيت اللي تكون ساخنه ولكن ماشي ساخنه بزاف باش ما تخطفش لكم بين في الطياب الا بان لكم راه بدا كيطيب لكم دغيا يعني النار الى ادنى درجه تا يعني تهبط الحراره ديال الزيت وديك الساعه ديروا النار اللي تكون متوسطه كنحطوا البينيه ديالنا كنزلوه في النار وكنعاونو هكا بالمعلقه كنبداو نكبو هذيك الزيت في السطح ديال البيني ديالنا باش كيساعدو على يعني كيتنفخ لكم بسهوله ومن بعد كتقلبوه على الجهه الاخرى من بعد راه مجرد ما كتجبدوه من الزيت كتخليوه يتسقطر شويه ومن بعد كديروه في او السكر يعني حبيبات كيبقى على حسب الاختيار وكتركوه جانبا وكتكملوا جميع الكميه بنفس الطريقه من بعد ما طابوا لي بينيه ديالي كاملين فكنحاول هكا نحشيهم بالنوتيلا انا غنستعمل الجيب الحلواني وكيف قدر يعني كل واحد يحشيهم باللي بغا تقدر تحشيهم بالمربى ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي بيني ديالي راه ما كاملين بالنوتيلا آه كي اللي غادي ندير فيهم المربى وكل اللي غادي نخليهم فقط هكاك راه كيجيو كي زوينين غير بالسكر آه كيجيو كي رائعين كيجيو كي قطنيين شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله كما قلت لكم النصائح اللي تبعوا وتخليهم يخمروا مزيان عاد تقليوهم في الزيت باش تحصلوا على نفس النتيجه اللي تكون مرضيه كنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم نلتقي في فيديوهات جديده خاليه من الكلوتين اترككم في امان الله ولا تنسوا ان صحتنا في حميتنا الى اللقاء